لك ان شاء الله بيقبرني الرمادي. لك انا ايامي رمادي بدوني. لك صدقيني ما راح تلاقي شاب يفهمك احسن مني. انت اذا بتطلبي لبن العصفور نجيب لك اياه. امتى؟ بعد اهلي؟ يا بنت احكي معي احسن لي. ما راح تفهمي بالسوق. انت على شو شايفه حالي؟ بعد عن طريق احسن لك. واذا ما بعدت بدك تسمعيني فهماني ولا لا؟ انت ما بتستحي على حالك ولا؟ انت اهلك مو مربينك؟ ومين حضرتك بلا صغره؟ ان شاء الله تفكر اذا كان ابوك موظف بالمخابرات فهذا بيعطيك الحق انك تتمدمد وتترازل عن الناس على كيفك. طب لسانك ولي احسن ما اصل لك اياها. ولك انت اللي لازم تستحي على حالك، هذا اللي عم تعمله اسمه عيب. لك انت شو اللي حشرك بالنص؟ ان شاء الله بتنحشر بجهنم. هي اختي واحسن لك تنقلع من هون. ايوه اختي، واذا ما انقلعت؟ ابص الرمايه على راسك ولا سمعت ولا لا؟ البسيها البسيها، الارض خشنه ورجليكي نواعم. عم اقول لك امشي من هون احسن لك، ليك والله بتتبهدل. والله العلقه مع البنات بهدلت، ماشي الحال. روح روح. يا عيشوم والله ما بعرف ادويها لهالدرجه. حبيبتي الناس اللي من هيك نمره ما بيمشوا غير بهالطريقه. نشوف هلا اذا عادي قدرت اتحركش فيك. امشي. بابا اللي حتسمعه ما رح يسرك. مازن، انت عم تشتغل شغله غير قانونيه. اعوذ بالله، انت راح فكرك لبعيد. قرب لي المسافه. بصراحه وفى رفيقي ابن تاجر كبير بالسوق، ابوه عنده محلات جودي الاقمشه والستائر بالحريقه، يعني فيك تقول ابن مليونير. اختصر يا مازن اختصر. حاصله هذا الولد مدلل كثير عند ابوه، وشو ما طلب منه بيعطيه. بصراحه اكثر انا ورفيقي نزار تعودنا انه يصرف علينا. ما قلت لك اللي حتسمعه ما رح يسرك؟ وموفق طبعا مثل حكايتك، قاعد عواطلي لشغله ولعمله، ويمكن نزار مثله. نزار ابوه عنده مشغل خياطه، واحيانا بيشتغل عنده. قلت لي ابوه لموفق شو اسمه؟ عبدو مارديني. اسم معروف في السوق. بتقدر تعطيني عنوانه؟ ليش بابا؟ شو حتعمل؟ لا تخاف، ما رح اقول له انه ابنه عم يصرخ، بس بدي اتاكد اذا كان ممكن ابوه يعطيه 120 الف ليره بدون ما يساله ليش بدك اياهم. موفق قال لي انه اخذوا منه على اساس انه بده يعطيهم للجمعيه الخيريه. وانت الجمعيه الخيريه؟ صايرين عم يتسدوا عليك يا مازن؟ بابا موفق تصرف لحاله، ولو كنت بعرف ما كنت خليته. ومع ذلك لازم اتاكد من ابوه. من شو بدك تتاكد؟ القصه مثل ما عم اقول لك اياها بابا. بعدين اذا حكيت مع ابوه ممكن تنتزع علاقتي مع موفق. مع موفق يلي عايش انت ونزار من خيره؟ ايه هو ايده مبخوشه، وبصراحه يعني نحن شباب بدنا نصرف. بدك بدكم تصرفوا من عرق جبينكم، مو بتشحدوا مصروفكم؟ لك انا هيك ربيتك يا مازن؟ انا ربيتك تمد ايدك للناس؟ لك شو ناقصك لتشتغل؟ اه شو ناقصك لتشتغل وتطلع مصروفك؟ انا اسامه معروف ابني ياكل يشرب يصرف بهالطريقه المزله هي؟ لك تعرف شو جاي على بالي؟ جاي على بالي اضربك وتم اضربك وتم اضربك لحتى تقول ان الله حق، بس لانه بحياتي ما مديت ايدي عليك ولا على اخواتك ما راح اعملها باخر حياتي. اعطيني عنوانه. اعطيني عنوانه. قلت لك محلات جودي للاقمشه بالحريقه. حقيقه طارق انا جاي ومالي عارفان شو بدي اقول لك. محرج منك. محرج مني؟ أنا لك نزار؟ أنت بعد الوقفة اللي وقفتها معي بزماناتك، عظام رقبتي تحت أمرك ودين علي. لك لا، هي القصة كلها ما بتستاهل، يعني أنت غالي على قلبي. هلا كل الشيء اللي عملته معي شايفه أنت إنه ما بيستاهل؟ إيه، لأن القصة كانت خالصة. بس أنت لو ما رفعت السكين بوشها، إيه ما كانت انجلطت وطبت ساكتة. تذكر؟ والله مشان تضحك أمك في نفس اللحظة. بس للأمانة، أنت المكياج اللي عامل لي إياه عن جد بيرعي. المهم هلا خلينا بموضوعنا، اللي شو بدك؟ انت بتأمر. رفقاتي موفق ومازن، حق عليك، انت تركت صحبتي ورحت لفيت عليهم. شو؟ اختلفتوا؟ لكن مازن بيخرب شغلنا كلياته، حابب وحده وبده يخطفها، وبده ايانا انا وموفق نساعده بهالخطف. العمى بقلبه، عن جد بده يخطفها؟
ايه قلت لك انه ابي عارف انه احنا مو موظفين. ايه طبعا لازم يعرف، مو بيشتغل بالمخابرات. وعرف كمان اني شاري الهديه تبع البيت كاش مو تقسيط. ايه وشو يعني؟ وانك انت اللي عاطيني المصاري كمان عادي. ايه بس مو عادي انه يشوف ابوك بكره. ابي ابي شو دخله؟ قال بده يتاكد اذا ابوك عاطيك المصاري مشان تعطيني اياه ولا لا. يا حبيبي على اساس اخذهم لتدفعهم للجمعيه الخيريه كمان. مازي عم تعقد كثير انت هيك. ها وما لقيت غيري تلزقه بهالشغله. يا زلقني طلع اسمك على لساني شو اعمل؟ خيو ما لنا غير امها تحل لنا اياها، مو هي الوحيده بتعطيك مصاري لما بننزني. هذا اذا بده يشوف امي مو ابي لعم على القصه. اطلبوا لنا فنجانين قهوه خلينا نروق. انا رح جيبهم بس بتبلونا بكل شغله. زنقني زنقني ايرو. هلا بنشرب فنجان قهوه والشاب التوتي بيلاقي لك حل لابوك وابوك. ايه ابوك على ابوك. لعاب لعاب. يلا شو لسه ما قمت من التخت؟ لك هلا بتتاخر على الوظيفه. تركيني مبسوط يا مره، هي اول ليله بتمر علي ما بتجيني هذيك النغزه. الظاهر الادويه والابر اللي وصف لي اياهم الدكتور امبارح جابوا نتيجه. على قد ما دعيت لك. لك ان شاء الله بتسلمي لي يا مرضيه. شوفها اذا مشي الحال وطابت هالركبه يبعث لي حمى ان شاء الله. بدك تذبح خروفه. لك شو خروف؟ والله اذا ذبحت عجل قليل. معناته قديش هالدكتور شاطر؟ اي والله شاطر. لك شاب صغير يعني اذا ما كان قد مازن اكبر منه بشي سنتين ثلاثه. على فكره مازن امبارح بالليل امتى رجع البيت؟ بعيوني بعيوني انت نمت من هون هو فات على البيت من هون. ها الشعره. انا نمت من هون هو اجى من هون. ما تزعل مني ابو مازن، انت كثير عم تقسى على الولد. يعني معقول تاخذ منه السياره وتحطها بالمرقاب؟ السياره مفسدته مثل ما قالت جمانه. بعدين بكره اذا طابت ركبتي ما بدي ارجع سوقها ولا فرزولي اياها الي مشان افرزها لابني. بتعرفي مازن طالما دعويك مستجابه ليش ما بتدعي لمازن الله يهديه وينور بصيرته؟ ساعتها لاشتري لكم سياره بتسوقيها انت ومازن وجمانه كمان. روح الله يعطيك على هوانيتك. يلا تقبرني هلا ببرد الشاي. يلا لك يخلي لي اياك يا رب. الله معقول شو حلوة هالبنت؟ آسي نادية، آسي نادية، آسف إني رعبتك. أنت ما بتعرفيني وأنا ما بعرفك، بس الشيء المشترك الوحيد بيناتنا هو انه انا لي اخت قدك وبخاف عليها. انا سمعت انه في شاب عم يتعرض لك كل يوم ومعه سياره، وهذا الشاب بدريد كمان انه ناوي يخطفك. ما تخافي هو هيك مفكر، بس فشت عينه حتى ما تعطيه فرصه ينفذ اللي براسه. لا بقى تطلعي لحالك من البيت، يا بتمشي مع رفقاتك يا بتمشي مع حدا من اهلك، خاصه بهالوقت. وعملي جهدك لما تطلع من المدرسة كمان انك ما تمشي لحالك بالطريق، بهالحالة ما بيقدر يقرب صوبك. هو قال لك انه انا ما بعرف شكله حتى، رفيقه دري وخبرني، بس لقيت من واجبي اني حذرك لانه انا ضد عقلي هيك بني ادمي. ونصيحة اذا ضايقك مرة تانية خبري الشرطة. انا اسف اني نزعت لك صباحي. بالعكس شكرا كثير لك. خاطرك